ثمان ستمائة وثلاثون فاصلة أربعة وخمسون مضروبة في 728. تنجي تندير ثمانية في أربعة 32، اكتبوا 2 واحتفظوا بالثلاثة. 8 في 5 40 زائد 3 43، اكتبوا 3 احتفظوا ب 4. 8 في 0 0 زائد 4 4. 8 في 3 1 24، اكتبوا 4 واحتفظوا ب 2. 8 في 6 48 زائد 2 50، ترجع 6. كملت، بديت من 4 وصلت عند 6، كملت ارجع 6 وغندوز العدد الرقم الثاني ديال هذا العدد هذا وندير 2 في 4 8، 2 في 5 10، اكتب 0 واحتفظ بواحد. 2 في 0 0 زائد 1 1. 2 في 3 6، 2 في 6 12، اكتبها كامله حيت ساليت السطر. ترجع للسطر تندير النقطة، ما نعرفش نقطة هنا، نعاودها هنا لتحت حتى غادي تبقى غادي. 7 في 4 28، 7 في 5 35 زائد 2 37، 7 في 0 0 زائد 3 3، 7 في 3 واحد وعشرون، 7 في 6 42 زائد 2 44. إذا لاحظتوا هنا كاين ثلاثة سطور، علاش ثلاثة سطور؟ حيت العدد هذا العدد الثاني فيه ثلاثة الأرقام، يعني كل رقم عنده ضرب ديالو، هذا ضرب ديال 8، هذا ضرب ديال 2، هذا ضرب ديال 7، يعني عندي ثلاثة الأرقام ندير ثلاثة سطور. كون كان عندي رقمين غيخرج ليا سطرين. ولا راح تروحوا الثاني، ما حاجة أخرى أنني ما درتش هنايا الفاصلة. علاش ما درتش الفاصلة؟ ما غاديش نديرها هنا، غادي نديرها في الخارج النهائي ملي غنحسب المجموع النهائي ديال هاد السطورة بثلاثة اللي حسبت، هي فين غندير الفاصلة. إذا 2 3 زائد 8 11، وربعة زائد واحد خمسة زائد ثمانية 13، أربعة زائد واحد خمسة زائد واحد ستة زائد سبعة 13، صفر زائد واحد زائد ستة سبعة زائد 13، خمسة زائد واحد ستة زائد اثنان ثمانية زائد واحد تسعة، واحد زائد خمسة خمسة، زائد واحد زائد أربعة خمسة، أربعة زائد لا شيء أربعة. أنا حسبت دابا حيت فين غنمشي نختار الفاصلة، تنختار هاد العددين بجوج، شحال من رقم فيهم وراء الفاصلة فيهم؟ ما هنا ما كاينش، هنا كاين مجموع ديال واحد اثنان، كاين عندي اثنان وراء الفاصلة، اثنان وراء الفاصلة، تنختار وراء الفاصلة اثنان هنا، تندير الفاصلة هنا بكل بساطة.